تتأثر البلاد بأمطار متفرقة قد تكون رعدية وغزيرة أحيانا على بعض المناطق، مصحوبة بنشاط في الرياح مثيرة للغبار تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج البحرية. وللحديث أكثر عن الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية المختلفة وتحديدا وزارة الأشغال خلال الحالة المطرية التي تشهدها البلاد، ينضم إلينا من غرفة عمليات وزارة الأشغال بشويخ الزميل فهد تركي. فهد، بالأمس يعني تعرضت البلاد لأمطار غزيرة في بعض المناطق، فحدثنا عن تعامل وزارة الأشغال بالتحديد مع تجمعات الأمطار في عدد من المناطق. مساء الخير زميلتي فاطمة، تحية لكم والمشاهدي التلفزيوني دولة الكويت. استنفار كبير لكافة الجهات المعنية في الدولة والمعنية بقضية طوارئ يعني الأمطار منذ يوم أمس، من خلال تفعيل خطة يعني الطوارئ بقيادة وزارة الأشغال العامة وإدارة الدفاع المدني ووزارة الداخلية ووزارة الكهرباء والماء وقوة الإطفاء العام وبلدية الكويت، في سبيل مواكبة الحالة المطرية في دولة الكويت وحالة عدم الاستقرار في الطقس، في ظل يعني اجتماع مفتوح لغرفة يعني العمليات في وزارة الأشغال العامة برئاسة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال يعني العامة بالوكالة الدكتور جاسم الأستاذ، الذي تواجد مبكرا في غرفة يعني العمليات في وزارة الأشغال العامة، وواصل بعده وكيل وزارة الأشغال العامة المهندس عيد الرشيدي في سبيل مواكبة كل يعني الجهود الرامية إلى تأمين حياة الأشخاص والممتلكات في ظل يعني الحالة المطرية التي تشهدها دولة الكويت في جانب، وتأمين كافة الممتلكات. كيف كان يعني الوضع منذ ليلة أمس وحتى هذه الساعة، وجهود وزارة الأشغال وفرق يعني الطوارئ، ولماذا غرقت بعض يعني المناطق؟ كل ذلك وأكثر سيكون حاضرا معنا مع الحديث الذي سيجمعنا مع المهندس فارس الدقاسي مدير إدارة العمليات في وزارة الأشغال العامة. مساك الله بخير مهندس فارس، يعني جهودكم منذ فترة تبذل في سبيل يعني مواكبة يعني موسم الأمطار وعدم الاستقرار في يعني الطقس، ماذا يعني حصل في ليلة يعني أمس، وكيف تم تعامل أجهزة وزارة الأشغال يعني العامة وفرق الطوارئ مع الحالة المطرية؟ حياك الله أخوي فهد، نحييك ونرحب فيك من غرفة عمليات وزارة الأشغال. أنت ومشاهدين تلفزيون دولة الكويت، تم التعامل مع الحالة أمس بكل ما أتينا من طاقة عن طريق تجهيز كافة المعدات والآليات، وأيضا دوريات وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري، وتعاملنا مع الحالة هذه بتواجدنا وانتشارنا في جميع مناطق الكويت، لكن تركزت الحالة في محافظتي الحولي ومحافظة العاصمة. كانت غزارة هطول الأمطار كبيرة جدا، تجاوزت 38 ملي في فترة وجيزة. الفترة هذه تقريبا أقل من نص ساعة، وهذه تقريبا لو حسبناها راح تكون يعني فترة وجيزة جدا للكمية التي هطلت، لكن الحمد لله تم في معظم المناطق تم انسيابية وتدفق الأمطار في شبكات الأمطار بكل سهولة الحمد لله. كان عندنا بعض التجمعات ما في شك، فرقنا كانت منتشرة، لكن كانت الفترة التي هطلت فيها الأمطار كانت فترة خروج المواطنين، أيضا أخرنا هذا شوي عن بعض البلاغات، لكن خلال فترة ساعتين تم التعامل مع 180 بلاغ، سكرنا أغلبها، وتلقينا أيضا 30 بلاغ من إدارة الدفاع المدني وتعاملنا معها، كنا مسكرينها قبل الساعة 12 بالليل. نعم. يعني ما هي يعني استعداداتكم ل يعني الفتره يعني المقبله، وماذا يعني عن الاجتماع في غرفه يعني العمليات في وزاره الاشغال العامه، وتاكيدكم يعني لجاهزيه يعني التعامل مع كل طارئ ممكن ان تحدثه الامطار؟ غرفه العمليات هي على انعقاد كامل 24 ساعه ابتداء من شهر اكتوبر الى نهايه شهر ابريل.
في انعقاد كامل وبحضور كافة القيادات المعنية، وفي اهتمام من السيد معالي وزير الأشغال وأيضا السيد وكيل الوزارة، وبحضور أيضا السادة الوكلاء المساعدين وأيضا مدير الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وفي تعاون مشترك ما بيننا وما بين الإدارات الأخرى بجهود يشكر عليها الجميع، ما ننسى أحد فيهم، الإدارة العامة للدفاع المدني، أخواننا أيضا في الإدارة العامة للإطفاء وباقي الجهات ووزارة الداخلية أيضا والطيران المدني. في تعامل وفي تواصل مشترك ما بين الجميع، الحمد لله هذا التواصل وهذا أدى إلى نموذجية في العمل، نموذجية إحنا قاعد نقوم فيها في أكبر صورة نوصل البلاغات. وأيضا لا ننسى أن عندنا إحنا بدالة وزارة الأشغال اللي هي 150 في خدمة المواطنين وخدمة المقيمين في أي وقت. كل الشكر والتقدير للمهندس فارس الدخباسي مدير إدارة العمليات في وزارة الأشغال العامة، والشكر موصول لكل الجهود التي بذلت من أجل مواكبة الحالة المطرية في دولة الكويت. نعم فاطمة، هذا كل ما لدينا من الاجتماع المفتوح في غرفة العمليات في وزارة الأشغال العامة. نعم فهد، إذن نتمنى من جميع الجهات أن تكون على أتم الجاهزية نظرا للأجواء المختلفة خلال هذه الفترة. الزميل فهد التركي، شكرا جزيلا لك وأيضا لضيفك الكريم.